في يوم العاشر قدم هذا الشاب صورة أخرى لإحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية، حيث تبرع هو وغيره بالدم لمركز سرطان الأطفال في الجامعة الأمريكية في بيروت. هدفنا هو إنه نحيي عاشوراء بالطريقة المناسبة الأنسب لنا. عاشوراء هي مناسبة للوهبة الحياة، فنحن عم نطلب من الشباب وكل الناس يجوا يتبرعوا بدمهم يوهبوا الحياة للناس الثانيين، لأنه كل يونت تجي بتطلع من عنا هي حياة لثلاث أشخاص. بدي أشكر كل الأشخاص اللي عم يتبرعوا بالدم بهاي المناسبة، وقد إيه حلو بس نستفيد من مناسبات دينية لفوائد إنسانية. عن جد إقبال رائع جدا. اليوم متوقعين نوصل ل 400 كيس، يعني 400 مريض اليوم رح يكون دم مأمن لهم بلا ما يتعذبوا ويروحوا يرقدوا يفتشوا حواليهم تأمنوا دم بالمقابل. الهدف هو إنه هالدم ما يروح هدر بقى. الدم له رمزية كتير حلوة. الدم هو مصالحة، هو مسامحة، هو حياة. جمعية من هو الحسين هي جمعية أهم أهدافها هي أنه تعرف العالم عن الإمام الحسين، عن القضية اللي هو مات كرمالها، نعرف أنه العالم لازم يوقفوا ضد الظلم، لازم نعامل كل العالم بالتساوي. مشان هيك نحن هون موجودين كرمال بهيدا النهار، النهار اللي قدم فيه الإمام الحسين حياته. نحن نقدم أقل شيء فينا نقدمه اللي هو نتبرع فيه بالدم للناس المحتاجة. أكثر من 400 وحدة من الدم ستقدم إلى الأطفال المصابين في خطوة توعوية وهادفة قدمتها مجموعة من الأشخاص ضمن مبادرة قامت بها جمعية من هو الحسين وجمعية دي أس سي بالتعاون مع بلدية حارة حريك.